مسرحية حبيبتي من تكون، طبعا من إخراج أستاذ خيري بشارة. اليوم نبغى نتعرف على التفاصيل المختلفة للمسرحية، طبعا تمتد إلى ساعتين ونص مليئة بالمشاهد، بس نبغى نعرف اللبس والإخراج والطريقة وش سويت وش اخترته. هي المسرحية طبعا في ذكاء من الاثنين اللي كتبوها، اللي هي عزة شلبي وأحمد نبيل، وكان وراء الكرياتيف وراء الفكرة حسين فهيم. فكان في ذكاء ان هم خدوا جانب خاص قوي من حياة عبد الحليم، حكوا بيه قصته. كل أغنية من أغاني عبد الحليم حافظ تمثل حكاية لبعض الأشخاص والشخصيات أيضا. يعني اليوم لو أنا بحب واحد حلو وكذاب بقول بس هدي له أغنية حلوة وكذاب، فكل أغنية من الأغاني كده حلوة وكذاب حلو فكل واحد له أغنية معينة وحالة عاطفية يعيشها، مو بس القديمين حتى الحين. يعني أنا اليوم بيكون في ناس أكيد حاضرين في العشرينات من العمر. أنا طبعاً أكيد في وشائج تربطني بزمن عبد الحليم، لأني في الخمسينات وأنا عندي مثلاً 10 سنين، 12 سنة، 13 سنة، وأنا في البلوغ وأنا في المراهقة، ما كنت أحب فأحب من خلال أغاني عبد الحليم وأفلام عبد الحليم.